بسم الله الرحمن الرحيم. لما كنت بتكلم اي حد بيحب النادي الاهلي وبيحب يتفرج على قناه النادي الاهلي على تطوير القناه كان دايما بيقول لك احنا عايزين نشوف الدوري عليها تاني زي ما كنا بنشوفه ايام كابتن حسن حمدي، كنا بنتفرج على محمود بكر الله يرحمه وكنا بنحب جدا الاسلوب التحليلي والكلام ده. انما بعد كده لما القناه سحب منها الدوري وبقينا بنتفرج على تحليل ماتشات ما بتتذاعش اساسا، كنا بنقول الموضوع ده بدا يبقى تقيل والقناه ما بقتش بتجيب اعلانات، فكنا مستنيين ان القناه يتم تطويرها عشان خاطر نرجع تاني نتفرج على القناه اللي احنا بنحبها بتاعه النادي اللي احنا بنحبه. انما بعد كده لما توقف القناه وتقرر ان انت هتاخد تردد جديد ويلا يا جماعه انا عايز اعمل خريطه برامج جديده وتفكر انك تحط برامج زي طبخ وبرامج زي توك شو، ده معناه انك مش بتطور قناه الاهلي، ده معناه انك بتحاول تستفيد اقصى استفاده من براند الاهلي، بتحاول تطلع اكبر كميه ماديه من الاعلانات اللي هتيجي في البرامج بتاع توك شو، لان انت مش عامل حاجه اسمها تطوير، انت عامل كل الايقاف ده عشان تحط برنامج توك شو. وما رضيتش المعتزل ده، ما رضيتش انت خاطر زملكاوي اللي هو يا سلام قال يعني اساسا ينفع ان انت تحط برنامج توك شو في قناه رياضيه؟ لما كنا بنقول لك هات الدوري على قناه الاهلي كنت بتقول لنا عمركم شفتوا قناه عالميه لنادي خاص بتجيب الدوري عندها؟ طب انت نفسك عمرك شفت قناه لنادي خاص بتجيب برامج توك شو وتتكلم في السياسه؟ يا عم انت عايز تطبل، انا ما عنديش مشكله، مجلس ادارتي عايز يطبل باع نفسك يا باشا. عندك عضو مجلس اداره، عضو برلمان، وانتوا كلكم بسم الله ما شاء الله ناس مشاهير المجتمع، يا جماعه طبلوا باسمكم ما عندناش اي مشكله تذكر تماما، قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، بس ما تطلعوش الكلام ده من تحت رحم اسم النادي الاهلي، ما تجيبليش واحد زي تامر امين يتكلم باسم النادي الاهلي وباسم قناه الاهلي ومنتظر اللي بيتفرج عليه مشجعين النادي الاهلي اللي هم اساسا هربانين من برامج التوك شو. ما انا مش عشان بكره في سياسه مرتضى منصور وقناه الزمالك اللي بيعملها ان هو بيستغل النادي في خلافات شخصيه، تيجي انت عامل زيه بالظبط وبتقول ان انت بتحاول تطور النادي، المشكله مش في كده يا اخي، المشكله في كميه الناس اللي بتقول ان شاء الله تبقى قناه عالميه وان شاء الله هنوصل لكذا ومتابعين ومش متابعين يا جماعه والله في حد بيستغلك، في حد بيحاول يطلع من وراك مصلحه، في حد عايزك انت تتفرج على اي حاجه هتتقدم لك علشان خاطر ياخد من وراك شويه اعلانات مدفوعه الاجر. يا جماعة ده مش اسمه تطوير، ده اسمه بندور على أي نحتاية نطلع منها فلوس. أنا كواحد أهلاوي ما ينفعش إن أنا أتفرج على برامج توك شو موجود في قناة الأهلي، دي حاجة ممنوعة تماما. وإيه كمان فكرة إن أنا عايز أجيب ناصر البرنس وإن أنا أعمل برامج طبخ؟ أنتوا شايفين الفلسفة دي ناجحة مع سي بي سي؟ طب شايفينها نافعة مع النهار؟ شايفينها نافعة مع أي قناة اجتماعية والكلام ده؟ بيكسبوا يعني؟ عايزين القناه بتاع الاهلي كانت بتخسر بس برضه القناه دي بتخسر. طب ايه طيب؟ حاول تستفيد من الجمهور بتاعك، حاول انك ترجع له الدوري، تقول له دوري؟ الدوري ده تبع برزنتيشن والشركه اللي ماسكه هي شركه لايف. بس بالصدفه البحته رئيسها محمد كامل المدير التنفيذي اللي برضه كان مدير تنفيذي بتاع برزنتيشن اللي طلع شركه جديده وسماها لايف وبرضه خد حقوق النادي الاهلي اللي هي كانت متباعه لبرزنتيشن، يعني كلهم ببعض يابا. بس هو الراجل عارف يضحك عليك وعارف يبيع لك الفكره بتاعته ان هو عايز ياخد القناه ويطورها ويحب يضحك على الناس باسم النادي الاهلي، ولما القناه تفشل فشل ذريع المجلس يقول لك ايه ده؟ انا مش مسؤول. روح اسال محمد كامل، محمد كامل هو اللي لبس القناه في داهيه. سياستكم مش باين قوي ان هي بتختلف على مرتضى منصور، الفرق ما بينكم وبين مرتضى ان مرتضى جعجع، انما انتوا عالم هادين وبتعملوا كل الخوازيق اللي بتلبسوها للناس واللي بتلبسوها انتوا شخصيا في الهادي وعلى السكرتها. الناس هتدور على ترددات القناة، بس لما تتفرج على القناة هتلاقي ان هي بتتفرج على نسخة مقلدة من سي بي سي، نسخة مقلدة من النهار، نسخة مقلدة من أي قناة الناس ما بتحبش تتفرج عليها إلا بس البرنامج بتاع عدل الكيعي بتاع ملك وكتابة اللي الناس بترجع تتفرج عليه. يا جماعة أنتوا موجودين عشان خاطر برنامج ملك وكتابة، حتى بعد ما تعملوا خريطة تطويرية وبرامج والكلام الكتير ده برضه الناس ترجع تتفرج على ملك وكتابة. طب ليه؟ طب ما اعمل برنامج لملك وكتابه واحاول ان انا في يوم من الايام ازيع ماتشات الاهلي في الدوري المصري لفريق كره القدم، ما عرفتش ازيع ماتشات اليد، ما عرفتش ازيع ماتشات الطايره، ما عرفتش ازيع ماتشات السله. وبالمناسبه برضو لو المعلنين لقوا ان في كميه مشاهدات رهيبه جدا على قناتك هيضطروا ان هم يعلنوا عندك، فليه يعني مضطر انك تقلبها سياسه وانك تقلب ارائك الشخصيه لاراء عامه هيسمعها ملايين؟ مفيش فايده. طول ما الكوره والسياسه داخلين في بعض في ام البلد دي عمرنا ما يبقى في مجال رياضي محترم زي خلق الله.